المركز المتوسطي للدراسات والبحوث في القانون الرياضي سي ميس تعقد هذه الندوه الصحفيه. كنا يعني من بعد موقع هذا الحدث قلنا خصنا نديروا واحد الدراسه واحد بعد. بالفعل سهرنا على تنظيم واحد التقرير لاعداد واحد التقرير قانوني حول هذه النازله هذه، فارتئينا بان تكون هذا التقرير ممكن نعرضوه على شكل مرافعات قانونيه في القانون الرياضي للصحفيين، لان الصحفيين هما اللي غادي يتصداو لهذا المشكل هذا، وخصهم لي زيليمون وخصهم لي زارغيمون باش يخدموا وباش يعرفوا يعني الاصل الملائمه هذه الوقائع مع القانون الدولي، مع قانون المسابقات، مع مدونه الانضباط، مع لو ريغلومون دي زيكيبمون دو لا فيفا. كل شيء هذه الامور ناقشناها اليوم وحاولنا نوصلوها للصحفيين ونوصلوها للراي العام. بالنسبه للعقوبه انا يعني اي عقوبه باش نناقشوها خصنا نشوفوا المسطره التي تبعت ثم الدفوع التي اثيرت. المسطره هنا تنوه بالساهرين على تدبير هذه المسطره من طرف نهضه بركان اللي كانوا استفدوا من المساطر او من الحالات السابقه. كانت المسطره المتبعه كانت سليمه لانه رجعنا شفنا ورجعنا عرفنا بان الجهه التي التجأت اليها البركان هي لجنه المسابقات اللي عندها الصفه في تدبير في 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 بت في في توقيع العقوبات، عندها هي اللي تتنظم، هي اللي عندها علاقه بكل ما هو تنظيمي وتدبيري لهذه المسابقه اللي هو اللجنه هي اللي صدرت العقوبه وهي اللي صدرت القرار الاول بتسنين القميصه اللي عندها الصفه وعندها هذه الصلاحيه. والقرارات ديالها تستأنف لدى لجنه الاستئناف الجيوغي اللجنه ديال الاستئناف، وبالفعل القرار الاول تم استئنافه وتحت هذا القرار التاريخي تم استئنافه. البت في العقوبات الاضافيه او العقوبات الماليه خاصو اللي غيخصو يبت فيه اللي عنده الصفه هي لجنه الانضباط. الحال الان تحل الميف على لجنه الانضباط اللي غنقولوا بانه سوف تستتبع عقوبات ماليه كبيره جبر الضرر ديال الكاف من جراء الحرمان من نقل التلفازي مستشهرين رعاة في تلك المقابله. فبالتالي انا ارى بان امام الطاس ما غاداش تكون شي حاجه جديده، لانه الطاس تتشوف تتبني على سلامه، تشوف المسطره واش كانت سليمه ولا لا، تتبني على القوه الثبوت ديال المحاضر ديال الحكام والمحاضر ديال المراقبي المباراه والمندوبي المباراه. فبالتالي تبان لي بانه القرار ديال الطاس حتى لو كان ما غاديش يكون خارج على هذا الاطار. ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.